عرف نفسك. انا اسمي بول الزكي، تابع الشباب ماسبيرو. طبعا يعني انتوا شايفين غضب الاقباط في مصر، غضب صعب قوي. ان قد ايه المجلس العسكري والجيش المصري، ان العالم كله عارف ان هو شريف، ولكن هذا المرة لم يظهر بالشرف، لان هو اعتدى على كل الشباب القبطي او الشباب المصري. وبعدين يعني انا مش عارف اقول ايه للمجلس العسكري، ازاي انت تسمح على نفسك وتقبل على نفسك انك انت تموت شهداء مصريين، ايا كان فئة، ايا كان قبطي مسلم. ليه هذا التعصب اللي في الجيش الاسلامي، التعصب اللي في الجيش المصري، بدأ يعتبر جيش اسلامي. سامحنا على هذا الكلام، وهو هذا كلام حقيقي احنا شفناه بعيني. انا شفت ولد جندي مجند رافع السلاح على اب كاهن، وعايز يفرتكه على الاب كاهن. لغايه امتى هنعيش في مصر بهذا الفجر؟ المجلس العسكري، والمجلس العسكري هو اول واحد بعد الثوره اعتدى على هذا الاقباط. المجلس العسكري هو أول واحد اعتدى على أقباط في دير الأنبا بيشوي، وهو أول واحد تفرج على كنيسة سول كان بيتفرج عليها وكنيسة بتتهد قدامه، وهو أول واحد شريك في دماء هذا المصريين. ليه؟ لغاية إمتى يا مجلس عسكري هتسلم السلطة إلى الطيارات الإسلامية المتشددة؟ إحنا هنخرج أمريكا وكندا على رأي محمد حسان ولا إيه؟ أنت خلاص بقيت تعمل صفقات كبيرة مع الدول الإسلامية زي السعودية، وبدأت تتعامل مع الطيارات الإسلامية والسلفية. الطيارات السلفية تهز علينا في مصر الآن وتأتي إلى بيتنا وكنيستنا وتحركها. لما أيها السلفيين تحركوا كنائسنا؟ لما أيها الشعب المصري؟ رسالة للشباب المصري. الشباب المصري هو من أول قام بهذا الثورة، ولكن الثورة ضاعت في دم شهدائنا. ليه؟ بسببكم انتوا، بسبب الثورة وبسبب المصريين السلبية. كان لابد من المصريين، كان من أول كنيسة تتحرق كان ينزلوا يافطات كبيرة لها لحرق الكنائس. ندير الدولة دولة مدنية، ولن نسيب الفرصة إلى الإعلام المضلل لكي يكفر الأقباط. لما؟ عايزين ايه تاني؟ ياما اتكلمنا، ياما قلنا سلمية، طلعنا سلمية مليون مرة، طلعنا ما احنا من قبل الثورة والأقباط يطلعون من أجل كنيسة القديسين وكنيسة العمراني. لما أنتم حاقدون على هذا البلد؟ لما أنتم تسلمون البلد إلى الطيارات الإسلامية المتشددة؟ شكرا.